Where is that? جئنا هنا اليوم لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين. جئنا ولدينا رسالة من كلمتين: بدنا أولادنا وبناتنا. لدينا الآن 65 مفقودا، 14 شهيدا في الثلاجات، 249 في مقابر الأرقام، ولدينا كذلك 19 شهيدا مجهول مصيرهم منذ العدوان الأخير على قطاع غزة. جئنا لنقول كفى، لنقول نريد أبنائنا ونريد دفنهم بكرامة بما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية. جميعا ابن استشهد في 17/7/2002 في تل الربيع عملية استشهادية. اللي بطالبه طبعا انه على الاقل نسترد جثمان او ابنائنا، اساس يكون لهم قبر، يعني نقرا عليهم الفاتحة، نروح عندهم نزورهم. هذا اقل مطلب يعني احنا نطلبه من الدول اللي بتحكي عن حالها ديمقراطية بتعتني بحقوق الانسان. فبنطلب من كل المؤسسات المسؤولة عن قضية الشهداء، نسأل من هالمكان بصوت عالي لبان كي مون اللي ما بنسمعه الا بشعر بالقلق مش اكثر ولا اقل. بطالب الصليب الاحمر اللي تبنى وتعهد معاهدات جنيف انه يكون له دور اكبر من هيك في قضيه ابنائنا. احنا بدنا الصوت يكون اعلى بقضيه ابنائنا، من حقنا انه نحتضن ابنائنا، من حقنا ارض فلسطين تحتضن ابنائها، هذا اقل يعني حق مشروع لابنائنا. السلام على الاسرى. منسق الحمله ومدير مركز القدس للمتابعه القانونيه، في كل عام ونحن أكثر تمسكا بحقنا في استرداد الجثامين. البطولة لنا أسماء ولنا جثامين محتجزة لدى جثامين وليبرمان، ومن أجل يصحى الرأي العام العالمي وتنتفل من أهاليهم وتتلاعب بأعصابهم.